طبعا اول حاجه انا بعملها ان انا بدور على المخطط اللي فيه ترابل شوتنج. مخطط الترابل شوتنج ده المفروض بيبقى فيه ازاي اتتبع اعطال او المشاكل الموجوده على الجهاز. ايه بنسميه احنا في الموبايلات عندنا، فيه بيسموه سيرفيس ليفل 3 و4 او بيسموه الفول دايجرام. طبعا انا وصلت مثلا لده مخطط الاس 3 برضه في الترابل شوتنج. ايه الترابل شوتنج؟ المفروض ان انا بحدد مع العطل واحده واحده. طبعا ده المخططات دي بنقدر نبحث عنها او بندور عنها على الانترنت عادي، وبتبقى متوفره لموديلات كتير للاجهزه. حسب الجهاز اللي في ايدي انا بنزل المخطط بتاعه. طبعا اللي انا هعمله ان انا بعد ما نزلت المخطط هبتدي مثلا، احنا عندنا مشكله مثلا في دايره الباور، هنبتدي اول حاجه ان احنا ننزل على الترابل شوتنج بتاع دايره الباور. ده بيبقى محتاج انجليزي يبقى كويس شويه، محتاج يبقى عندك خلفيه عن الكومبوننت وقطع الغيار الموجوده في الجهاز، خلفيه كويسه. هنبتدي مثلا في دايره الباور. هنا طبعا بيقول سيلفون كانت باور اون. اول حاجه بنقدر بتشوف هو في ال اول حاجه بتشوفها ان الجهاز طبعا مش شغال او ايه قاطع باور. دي معناها ان الجهاز قاطع باور. هبتدي اول حاجه بيقول لي امشي على ستيبس كده. كل الخطوات دي انا همشي عليها واحده واحده. لو لقيتها سليمه هبتدي اعدي على اللي بعدها لغايه اما احل المشكله الأساسية. إيه الخطوات بقى؟ أول حاجة تشيك باتري فولتج، دي معناها إن أنا هقيس البطارية أو الكهرباء اللي داخلة على البطارية، على الريش بتاع البطارية المفروض تكون 3.4 اللي هو 3.4 فولت. طبعا دي الشكل البورد عندنا بيبقى فيه طرف موجب وطرف السالب. أول حاجة بعملها باخد المالتيميتر أو الأفوميتر وبقيس الرجلين، الطرف الموجب والطرف السالب. طبعا هنا من على البوردة من هنا بشوف فعلا ان فيه كهرباء داخلة من البطارية 3.4 فولت ولا لا. لقيت الكهرباء هنا موجودة هبتدي اتنقل على النقطة اللي بعدها. طبعا هو بيقول لك ايه، في حالة انه يس هتتنقل للنقطة دي، في حالة انه نو بيقول لك ايه charging the battery by TA if the voltage level extremely low تحت ال 3 فولت change the battery. بيقول لك لو الكهرباء طبعا اقل من 3 فولت او لو مفيش كهرباء اللي هي 3.4 فولت على الرشتين بتوع البطاريه اللي احنا اتكلمنا عليهم، هنا النيجاتيف وهنا البوزيتيف، هنا الجزء السالب وهنا الموجب، هبتدي اعمل ايه؟ يا اما اشحن البطاريه يا اما اغير البطاريه لو الفولتيه بتاعتها تحت 3 فولت. في حالة بقى إن أنا لقيت 3.4 فولت على الجول بتاع البطارية هبتدي أتنقل للنقطة اللي بعدها. بيقول لك باور أون ذا فون أند تشيك ذا فون ساوند إز أون موتور فايبريشن وركينج أور نو. لو هبتدي أحط بيقول لك جرب الجهاز وشوف إذا كان فيه صوت أو تسمع فايبريشن ولا لا. لو لقيت الحاجات دي سليمة أو فيه فايبريشن أو صوت بيقول لك إيه، لو يس تشينج فرونت اوكتا ال سي دي. لو الموضوع انت بتسمع صوت او الجهاز بيفتح بس مفيش داتا قدامك، ده معناه ان الشاشه فيها مشكله فغير الشاشه. لو نو لو مفيش بيقول لك تشيك ذا سويتش سولدرنج كراك اوبن اتسترا، اللي هو بيقول لك تشيك الزرار بتاع الباور اذا كان في لحام فاكك او لحام مش مكسور فيه مشكله او الزرار نفسه مكسور. لو اب نورمال لو حاجه مش طبيعيه يعني هيقول لك غير ايه الباور سويتش. دي ممكن اختبرها انا برضو بطريقه تانية. بيبقى عندي مثلا طرفين، الطرف بتاع ده زرار الباور هنا، طبعا بيبقى فيه طرفين، طرف بيبقى نيجاتيف وده برضو طرف سالب وطرف موجب. في طرف من الاطراف اللي هو الطرف ده بيبقى عليه 3.9 فولت بيبقوا جايين هنا، ده انا بتشكهم هنا طبعا وبجرب الزرار بتاعي عادي. اذا كان سليم كده خلاص اوكي، يبقى هتنقل للنقطة اللي بعدها. لو مش سليم ممكن اشيله خالص
وغيره. المهم ان بيبقى فيه برضو 3 و 3 و 9 من 10 فولت موجودين على الزرار ده، على طرف من اطراف الزرار ده، ولو انا قفلتهم بجفت او قفلتهم ب ب ب باي باي جفت من معايا يعني، الجهاز المفروض هيشتغل عادي. لو ابنورمال قال لك غير الباور سويتش، لو يس او الزرار مظبوط هنبتدي نخش بقى في الشغل بتاعنا اللي هو هيقول لك تشيك هنا في اوتبوت فولتج اللي هو في اشارات خارجه لاي سي اليو 500. اي سي اليو 500 ده اي سي المفروض ان هو موزع كهرباء اساسي، يعني اي سي في دايره الباور الاساسيه، والمفروض ان لما ده يبقى يعني المفروض الخارج بتاعه مظبوط، يبقى فيه عندنا اربع مكثفات زي اللي احنا قلناهم في اول المحاضره كده. سي معناها مكثف، في اربع مكثفات عليهم 4 فولتيات. طبعا انا هبتدي هكتب المكثفات اللي موجودة عندي اللي هو السي 561 ده المفروض يبقى عليه 1 فولت، تمام، والسي 559 1.1 فولت، والسي 558 1 فولت، والسي 556 1 فولت. انا هحدد مواقع المكثفات دي على البوردة ازاي. هطلع على البي دي اف الملف نفسه على الصورة بتاع المكثفات، وهنا الكومبوننت كلها كده بيبقى شكلها على البوردة. هبتدي بس هسيرش هنا عن المكثفات اللي انا عايزها، سي 561 ده المفروض عليه 1 فولت. انا عملت عليه سيرش، هو جاب لي مكانه وهو على البوردة اللي هو هنا. طبعا انا ببص على البوردة كده هنا، ده شكل البوردة، هنا هتلاقي مكان البطارية، وهنا الاي سي اللي هو اليو 500، وهنا المكثف اللي انا عايزه. طبعا لو هجيب البوردة هبتدي اقلبها علشان تبقى الشكل بالظبط بتاع المخطط، وهبتدي اعمل زوم عشان احدد موقع المكثف اللي انا عايزه. الاي سي ده اليو 500 اهو، ده مكانه هنا، والمكثف اللي انا عايزه هنا، في هنا كويل ملف وتحته مكثف وتحته مكثفين وتحته مكثفين. هبتدي ابص على البورده كده، ادي نفس الكويل اهو، وادي مكثفين وادي مكثفين، يبقى انا ده المكثف اللي انا عايزه اللي انا حاطط عليه الماوس ده بالظبط. المفروض في رجل من رجوله يكون عليهم ده المكثف اهو. هو طبيعي المكثف بيبقى له طرفين، قطب منهم او رجل من الرجول بيبقى مع الجراوند، بيبقى واصل مع الارضي، والطرف التاني المفروض عليه الفولتيه اللي انا طلعتها من على المخطط. بمعنى ايه؟ انا خلاص حددت مكانه على البورده، هبتدي اقيس 1 فولت هنا على رجل من رجوله. لو لقيت 1 فولت خلاص يبقى كده الخارج بتاع الاي سي مظبوط، وهبتدي اتنقل على المكثف اللي بعده اللي هو سي 559 بنفس الطريقه. هاجي هنا في سيرش واكتب سي 559، طلع المكثف اللي جنب الاي سي هنا ناحيه اليمين بنفس الطريقه برضو على الصوره، ادي هنا مكانه هو في المخطط، وهبتدي على الصوره اجيب شكله. هنا في الكويل اهو، وهو المكثف ده المكثف اللي جنبه، يبقى هو المكثف ده المكثف اللي جنبه. برضه هبتدي اقيس عليه 1.1 فولت، لقيتهم هتنقل على المكثف اللي بعده وهكذا. انا كده اتعلمت اول حاجه اللي هي ازاي احدد مكان المكثفات على البورده عن طريق المخطط، وازاي اتتبع الاشاره اللي موجوده. طبعا هبتدي امشي مع اللي بعده. احنا طبعا كاتبين 4 مكثفات، لو لقيت الاربع اشارات مظبوطه او الاربع اشارات او الاربع فولتيات دول موجودين على المخطط، هنا بقى اللي بعده بيقول ايه، if the output voltage is not satisfied with normal condition، لو الكهرباء دي الفولتيات دي مش مظبوطه او مش موجوده على الرجول دي، هتشنج اليو 501.
ليو 501 ده اي سي، برضه هجيب مكانه من على البورده من هنا. هسيرش برضه وليو 501، يبقى انا هغير الاي سي ده مكانه هنا على البورده، مكانه فين على الصوره؟ بنفس الطريقه مكانه هنا. لو قست الاربع، لو انا قست الاربع المكثفات دول ولقيت الفولتيات مش موجوده او فيهم في فولتيه منهم فيهم خلل، يبقى انا اليو 501 ده فيه مشكله، هغيره واقيس فولتياتي تاني. لو طلعت كده انا حليت المشكله الاساسيه او المشكله الاولى اللي طلعت معايا في دايره الباور. لقيت الفولتيات وكله تمام على الاربع مكثفات دول، هبتدي ايه؟ اخش على بعد. هو في نوتس طبعا كاتبها هنا ان اتش فولتج والتشنج، يعني الفولتيات دي هتتغير من 9 من 10 فولت لواحد وثلاثة من عشرة ديورينج بوتنج، في خلال التحميل او في خلال التشغيل الفولتيات دي بتتغير قيمتها، بس الماكس بتاعها او المينيمم بتاعها 9 من 10 فولت والماكس بتاعها 1.3. اللي بعدها لو لقيت الفولتيات دي مظبوطة هبتدي اخش على الحاجة اللي بعدها. في حاجة هنا اسمها ايه برضو، فولتية او سيجنال او اشارة 1.8 فولت طالعين على ايه البي اس هولد تيست بوينت، دي منطقة اختبار او نقطة اختبار فيها 1.8. انا هجيب النقطة بتاع الاختبار دي ازاي؟ برضو هجيبها برضو من على المخطط، هاخدها كوبي زي ما هي كده. طبعا احنا هنشوف لو هي فيها مشكلة، لو نو بيقول لنا ان الاي سي بتاع اليو 500 ده في مشكلة محتاج تشينج. طبعا انا هجيب الاول نقطة الاختبار دي على البوردة ازاي؟ برضو بنفس الطريقة هطلع على المخطط وهنا في السيرش وهعمل سيرش عليها وهبتدي اعمل زوم عشان اشوف مكانها فين. اهي دي نقطة الاختبار، نقطة الاختبار دي مكانها فين؟ على البوردة هنا، ثلاث نقاط اهمت وهي واحدة منهم جنب اليو سي بي 400. انا برضو عامل زوم زي ما انت شايف، ده اليو سي بي 400 ودولت الثلاث نقط بتوع الاختبار. هي النقطة دي، نقطة الاختبار دي المفروض وانا بوصل باور للجهاز عن طريق الريش هنا في الباور سبلاي يبقى فيه 1.8 فولت على البوينت دي. لو مفيش 1.8 فولت ايه اللي حاصل؟ ايه اللي كاتبه في المخطط؟ بيقول ان اليو 500 ده هو فيه المشكله، اليو 500 ده اي سي باور اللي هو ده، هتشنجه وهغيره خالص او هشيله وهركب واحد تاني سواء كان جديد او تقطيع او اعمله بالشبلونه وهيشتغل معايا الجهاز مش هيبقى فيه مشكله. هنكمل برضو بقيه دايره الباور دي كلها في دايره الباور. طبعا اللي بعدها قال لك ايه؟ ان في 1.8 فولت خلاص كده. لو ما فيش 1.8 فولت على النقطه دي يبقى اليو 500 في مشكله غيرناه. لو في اخر حاجه هتشكها في دايره الباور اللي هي كلوك او سي سي 500 او اس سي 500، في مكثف في دي كريستاله، المفروض ان الكريستاله دي بتطلع فريكوانسي، بتطلع يعني اشاره او اشاره تردد قيمتها 32 كيلو هرتز على المكثف اللي هو السي 505. تمام، لو التردد ده او التردد ده اقل او اعلى من ال 32 كيلو هرتز ده معناه ان الكريستاله دي فيها مشكله. طبعا انا بتست الفريكوانسي دي او الترددات دي بجهاز اسمه الاسكلسكوب. طبعا الجهاز ده ثمنه غالي شوية ومش دايما ممكن يعني يبقى مشكلة تبقى موجودة في الكريستالة او كده. انا ما بنصحش الفنيين ان هم يجيبوا، لان هو ملوش استخدام كبير اولا، وثانيا لو انت عايز تشتغل بصورة بروفيشنال قوي ممكن تجيبه وتخليه عندك ما فيهوش مشكلة. انا هبتدي اشوف او ممكن بدلا ما انا استخدم الاسكلسكوب ممكن استخدم جهاز فريكوانس ميتر، حاجه بتبقى عامله زي الافوميتر بس مخصوص
للفريكوانسي اللي هو بيقيس الترددات او بيقيس الترددات اللي موجوده اللي بتطلعها الكريستالات دي. انا هشوف المكثف اللي السي 505 فين ده على البورده علشان ابتدي اشوف الاشاره المفروض هتطلع عليه فين. طبعا ايه انا بعمل عليه سيرش هنا الصفحة دي وابتدي اعمل زوم، ادي المكثف اهو سي 505 و الاو اس سي اللي هي الكريستاله دي هتبقى جنبه على طول. السي 505 انا هجيبه من على البورده هيبقى شكله عامل ازاي ومكانه فين. الاي سي هو اليو 500 وجنبه مكثف وجنبه كويل وهو جنب الكويل ده وده ودي. ده المفروض المكثف اللي هقرا عليه التردد اللي انا عايزه. وطبعا الكريستاله اللي المفروض لو انا ما قريتش الاشاره هنا موجوده او ال 2 كيلو هرتز 32 كيلو هرتز هنا موجوده هيتبقى في كريستاله هي اللي فيها المشكله. والكريستاله دي اللي هي رقمها او اس سي 500 اللي هو انا بيقول لك تشينج او اس سي 500 تشينج او اس سي 500 اللي هو الكريستاله اللي جنب المكثف اللي احنا شفناه او قسنا من عليه التردد اللي هي او اس سي 500 وشكلها اهو على البورد. طبعا انا لو تتبعت العطل او تتبعت الاشارات اللي موجوده زي ما احنا تتبعناها في دايره الباور كده وزي ما احنا شفناها على المخطط المفروض بعد الاستاب الاخرانيه الجهاز يكون شغاله معايا 100% مبقاش فيه مشكله. لو في مشكله بيقول تشيك انتنشال اوبريشن اللي هي الحاجات الخاصه بالابروم او الفيرموير وخاصه بالسوفت وير بتاع الجهاز. كده كهاردوير المفروض الجهاز يكون اشتغل مع قياس كل الاشارات دي.